أظن من منظوري أن المثقف ليس بالضرورة هو العالم، ولكن هو الذي حقيقة له مواقف. مثل ما قلت مرة، عالم أو مثقف ليس صاحب العارف، لكن صاحب المواقف. والشيء الثاني مما يميز المثقف هو قدرته الاستشراف. لابد للمثقف أن يكون له حدس يتيح له ما لا يتاح لغيره من استشراف. ولا أرى حقيقة من منظوري أن ذلك يتحقق في جيل المدينة في المجتمع. لو وقفت عند بعض الأسماء الوازنة، لا أرى أنها وفقت في استشراف المستقبل بالقدر الذي أتيح في المجتمع. حينما تقرأ دوستويفسكي وترى ما آلت إليه الأمور في روسيا، ترى أن دوستويفسكي استشرف بقوة حدسية لا يمكن أن تؤول إليه روسيا. وحينما تقرأ نيتش وترى ما آلت إليه الأمور في ألمانيا، ترى بأن نيتش كان يستشعر بقوة حدسية لا يمكن أن تؤول إليه الأمور في ألمانيا. هذا الأمر لا أجده إلا في النتائج، أنه كانت له قوة استشرافية وحدس قد يعبر عنه أحيانا بغضب، مثل ما نهت راديكالية قد يغضب في الحاضر، ولكن لكي ينسجم أو يكون منسجما مع المجتمع. حقيقة أتساءل ما قد تؤول إليه بعض الأسماء المجلجلة مستقبلا. لا أدري، لكن مؤكد بأن اسم المدرسة وطنيا وخارج المدرسة. أنا لبيت هذا اللقاء لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول لأنه تتضافر فيه قيمة ما أحوجنا إليها وهي المثقف. نحن نتحدث عن القيم، لا بد أن نفي بحق من نذروا حيواتهم لهذا البلد. لذلك حقيقة تجشمت على السفر، وليس قولا يقال، لأن حقيقة تجشمت أنني أريد أن أفي بذاكرتي الشخصية، فلم أعرف معرفة وثيقة وإن كنا التقينا مرات قليلة. ولبيت هذا اللقاء لأنني أؤمن بأن الأمم لا تقوم إلا من خلال تعاضد الأجيال. لا بد لكل جيل أن يسلم المشعل لكل جيل. الأمم هي عبارة عن نسيج تنسج الأحداث سدى، ولكن يأتي جيل آخر ليبرم هذا النسيج. نحن جهدنا أو جهدي أنا على الأقل أن أبرم ما نسجته الأحداث الجيل السابق حتى يتمتن هذا النسيج لكي نبني أمم. الأمم التي ليس لها ذاكرة ليس لها وجود. لذلك أنا أشعر بواجب وبدين تجاه الجيل الذي سبق من أجل الجيل المقبل. وثالثا، مثل ما تفضل سابقي بالمناسبة تشر كل شيء يحدث ويذكر بالذي مجرى، ومع معالم السلاح يعني يضرب في غزة. والحال أن ما يقع هو حرب حضارية، فأول من استعمل هذا المصطلح استعمل فيما بعد صدام الحضارات، لكن مصطلح الحرب الحضارية صار مهدف ومجرى في خضم الحرب على العراق. نحن نعيش فصلا جديدا من هذه الحرب التي تبدأ بها يعني المهدي المجرى، والتي تتخذ أشكال عدة.
السلاح وجه من هذه الحركة، لكن كما تفضل المستر خالد، سي خالد الأستاذ الرحمن الذي متعددة حضرت جنازة مهدي وكتبت عن مهدي، الحقيقة أن كل شيء كان يفرق بنا، لم نكن كما يقال بفرنسا جمالية، كانت حدته تزعجني وأحكامه الحادة تثير غضبي، وكنت بطبعي ميالا إلى الاعتذار وإلى التمثيل في الأحكام، وكان ذلك مصدر حكم عن الشخص. الحال أنه ليس معنى أنني كنت مصيبا، ولكن أحيانا مثلما يقال المعاصرة عرفت الشخص في بعض كشخصية عامة. أذكر أنه في 22 أكتوبر 1990 كان ضيفا على الاتحاد الوطني أو لونام الأصح في باريس بمناسبة اختطاف مهدي بوكر، وقدم محاضرة وقال بأن الحال آنذاك كان هناك اجتياح العراق والكويت، وكانت الحرب الحضارية على أشدها، وحقيقة تكلم بحدة أزعجة، يعني انتقد المثقفين العرب بين قوسين واعتبر بأنهم مستلقون، طه حسين حينما أتى إلى فرنسا وقدم حسب مهدي المجرى أطروحته عن مستقبل الثقافة في مصر، والحال أن حسين قدم رسالته عن ابن خلدون، وانتقد بعض المثقفين، فكان هذه الحدة مصدر إزعاج في علاقة بالرجل، مثلما بعض المواقف فيما يخص يعني دستور 2019. لكن فيما بعد تعلمت أن أعرف الرجل، أن أنسى الرجل، وأظن أن جدا أو جزءا كبيرا يعود إلى جمعية وما إنني حقيقة حاولت أن أتخلص من بعض الأحكام المسبقة عن الشخص، واستمعت بإمعان إلى حوار كان أجراه مع جريدة أو مجلة عفوا قناة الجزيرة، فضلا عن كل محاضراتي التي كان يمكن، وتبينت بأن الرجل لربما قد يكون حادا، ولكن حدة الرجل الصادق، وحينما يكون الصدق الصدق يجب كل شيء، قد نختلف ولكن نتفق حول قيمة وهي الصدق، لذلك يعني لا أقول أحببت الرجل، ولكن شعرت بأنني لست بعيدا منه، وحضرت جنازته وكتبت عنه، وكنت غالبا ما أحضر كل اللقاءات التي كانت تنظمها جمعية أماكن، ووقفت على فكر الرجل، ولذلك أستسمح بعضا من الحضور إن حاولت قدر الإمكان أن أقرب الرجل كما أرى. تفضل الأستاذ حضرين الحديث عن جانب مهم لمعرفة هذه المجرى، وهو فتاة يافا حينما تجرأ بين قوسين أن يسبح في المسبح البلدي في إفرام، وكان ممنوع على الأهالي، واقتدى إلى المركز، طبعا هو لم يقبل، وتصرف كإنسان كمواطن، وكان هذا الدرس هو أول درس يعني يستشعره حول يعني زيغ المنظومة الاستعمارية واستهتارها واستهزائها بالكرامة الإنسان. تفضل سبحانه وقال بأنه يعني سجن، لكن كان أول درس في علاقة بالآخر، وهذا في اعتقادي شيء مهم لكي نفهم مسيرة الشخص. ربما هناك عنصر ثاني وهو
أنه اشتغل مديرا لمكتب. أستاذ اسمعنا اسمعنا، راه يمكن يجيب الله التيسيرفات اللي كان أقول. هناك جانب آخر يشرح شخصية المهدي المزرع، هو أنه كان مديرا لأول مدير لمصر غنيمان. غنيمان هو مثقف ورجل كان يدرك بأنه ليس هناك فقط الحضارة اليهودية المسيحية جوديو كريتيان والإغريقية الرومانية، ولكن هناك حضارات أخرى، وينبغي لمنظمة اليونسكو أن تنفتح على هذه الحالة. ربما ينبغي أن نقول شيئا عن غوني ماهو الذي أثر كثيرا في المهدي المجرى، وهو أنه كان مديرا لثانوية مدرسة في فاس. Premier proviseur, FIFAS, René Mar. Voilà, on m'a dit qu'on a dit ce rap, puis d'arrive, il y a un tel miyahin qu'on a dit, le développement, c'est quand la science devient culture. Haqiqatan René Mar, il y a un chef si oisina, il y a un mahdi le monzra, il y a un mahdi le monzra, René Mar, il y a un mahdi le monzra, khalafa le monzra, بالنظر للذكاء وبالنظر كذلك إلى ما يمثله من ارتباط بالحضارة العربية الإسلامية. أعتقد هذا مهم، لأنه نعرف يعني المصب، لكن ينبغي كذلك أن نذهب إلى المنبع من الأنهار الكبيرة. أعتقد بأنه كل الأشخاص يعرفون مصب الأنهار الكبرى، لكن أظن بأنه لا ينبغي فقط أن نقصر نظرنا عن المصب ولا المجرى، ولكن أن نذهب إلى المنبع. ولكن أظن بأن هناك عنصرا آخر يفيد في فهم هذه المجرى، واكتشفته مؤخرا أو بآخرة بعربية صحيحة، وهو أنه سبيل أسرة هالي. أنه أن أجداده كانوا علماء ولهم مواقف، وكان له جد اسمه عبد الله من جرى، وكان مجاهدا لسيد محمد بن عبد الله، ولهم مواقف. حرصت في روايتي التي لم ترق لاسم الناصر الباشادور عن قصد، واتفق معه لأنه هي أقل من رواية وأكثر من نص، فيها جوانب مرتبطة بالتاريخ. وحرصت أن أتكلم عن جد النبي مجرى عبد الله مجرى في الرواية عن المسلم. إذن أظن بأن هناك عناصر تفيد في فهم المهدي المجرى، المنظومة الاستعمارية لعجرفتها، قدرتها لاحتقارها واستصغارها. وأظن بأن غني ما يفيد كذلك في فهم المسار الذي يجرى، وأظن كذلك بأنه جذوره وأسرته كما يقال العبد الأساس. أظن بأنه ثمار هذه المناقب أخذت تبرز في سياق معين، لأنه الذي يجرى كان مثل ما يقيل موظفا دوليا له مكانه معينه، من الذين اشتغلوا على ما يسمى بالمستقبليه، كان عضوا ناشطا في نادي روما، وكان له طموح مشروع بداخل هذه المنظمه، وكان يرى في نفسه ويرى فيه الاخر انه يحق بان يكون مديرا عاما لهذه المنظمه، نظرا لمؤهلاته ونظرا كذلك لما يمثله باعتباره ممثلا الحضارة العربية الإسلامية. لأسباب لا حاجة لكي نخوض فيها، لم ينتخب المهدي المجرى مديرا عاما.
وليس فقط أنه لم ينتخب في 2021، أظن بأن كل شخص يمارس السياسة وأن يقبل بقواعد اللعبة، ولكن الذي لم يتقبل هو أن لا يجد الدعم من حكومة البلد. أظن بأن ذلك أوغر صدره وأثر فيه، فهو الذي يفسر هذه المغتاظة أو الحياة الثانية من حياة المجتمع. نتفق على أساس أن الحياة حيوان لا نعيش حياة واحدة، وأنه من الخطأ أن ننظر إلى شخص من زاوية واحدة فقط أو جانب. لا، هو هناك حيوات في حياة، ولذلك تبدأ حياة جديدة هي التي نعرف الآن، وهي التي أنتجت هذه المجتمع. وربما من الأشياء التي ينبغي أن نذكرها ونذكر بها هو أنه كان صداقاً لقضايا حقوق الإنسان. نعم، تحدثتم عن الكرامة وقيمة القيم، لكن أول شخص نادى بمنظمة مغربية لحقوق الإنسان كان مولانا نجيب. في التاريخ وأذكر ذلك 10 ديسمبر 1988، ولم ترخص وزارة الداخلية حينها، يعني اتخذت المسألة أبعادا دولية، وارتؤية في نهاية المدار أن تتم أو إنشاء منظمة لحقوق الإنسان ولكن بدون مدينة. لكن صاحب البذرة أسست إلى آخر، ولكن صاحب الفكرة الذي ناضل وكافح أصبحت حقوق الإنسان حقيقة من الدعائم التي تقوم عليها الدولة، وانشئت مؤسسات ووزارة وأدمجت في نص الدستور أو في درجة الدستور، ولكن صاحب الفكرة أو صاحب يعني منظمة تعنى بحقوق الإنسان مجرى. المنعطف الثاني هو حرب الأمريكية على العراق وبسبب التحالف، ومناظرة شخص آخر غاضب لأنه حقيقة وقف على شيء أصبح الآن معتاداً، لم يعد أي شخص يتحرج من الحديث عنه والقيل به كامل. يقال المزيد من الحديث وركب هذه الجماهير في أقصر لكي يعني حقيقة ينبذ بهذا الكيل. مثلما أنه غضب في محطات مهمة على مستوى الدينامية التي عرفتها المجتمعات في المنطقة، وكان من الأشخاص الذين انتفضوا ضد إلغاء مسار الانتخاب في دولة معينة، وقال بأنه كان ينبغي احترام نتائج الانتخاب. حقيقة كانت له مواقف أغضبت السياسيين وأغضبت المغربيين، ولكنه لم يكن يتحرج من قول الحق. هذه هي الملامح التي أو العناصر التي صاغت لهذه المجرى كما عرفنا. رجل يؤمن بدينامية الشعوب، يؤمن بالكرامة، يؤمن بحقوق الإنسان، ويؤمن بشيء أساسي كما تفضل سفريد بأنه لا مستقبل للأمم من دون تربية، ولا قوام للتربية من دون أخلاق. لا أظن أن شخصا يمكن أن يجادل في هذه. أنا حقيقة كي لا أطيل، يعني حينما أتحدث عن مهدي المجرى أتحدث عن هذا، رغم أنني كانت لدي مواقف فترة معينة من حياتي. لا أقول أنه كان غاضبا مثل ما كتب الصحفي عنه، لكن كان مستنكرا أيديا. أظن هذا المصطلح أصبح الآن ساريا للتدليل على ما يسمى زانديني أو إيدينيوس
أظن بأن المصطلح الأليق حينما نتحدث عن المهدي والمجراوي هو مستنكر، ليس الباطن، غضب سلبي. يستنكر كل جروح، يستنكر الظلم. يعني وأظن بأنه مثلما قال سابقي خلف فهذا، مثلما يقول الشاعر في ليلة الظلماء يفتقد. نحن أحوج ما نقول إلى مثقفين، ليس بالضرورة عارفين، ولكن أشخاص لهم قيم ولهم مبادئ ولهم حدس، ولا عيب آخر. الخطأ جزء من حياة الإنسان، حدة جزء من طبيعة الإنسان، أو ما اعتبره البعض راديكالية، وما قد يكون راديكالية في الحاضر ربما قد يصبح ثاقب نظرا في المستقبل، الحال أنه ما كان ينظر إليه كحدة في تفكير المهدي كمجرى أبانت الأيام بأنه كان حقيقة صائبا في تحليلاته فيما يخص الحرب الحضارية، فيما يخص كيد مكيالين، فيما يخص الكرامة كقيمة القيم، فيما يخص يعني العبودية تكون طوعية بالأساس، إنما تكون هناك شعوب تقاد إلى آخره فلأنها قابلة للقيم. وهو أمر قال به مفكرون آخرون، هو بسط في الموضوع. مرة أخرى لكي لا أطيل، يعني أنا أريد هنا يعني أشكر جمعية كور أمامي، لأنها يعني أبانت على الوثائق، وفي شخصية في شخصية رئيسها، في شخصية حقيقة تستحق منا كل إقبال وكل إحسان، ونحن إذ نقوم بذلك نرسخ الآصرة التي تجمعنا حاضرا وبين الأجيال وبين الذين سيكون في المستقبل الأيام. وشكرا جزيلا لكم وساعة سفرك. شكرا.